اللي من حضراتكم فاهم بالغلط ان انا خلصت كل الاخبار وقلت لكم كل الاخبار اللي متعلقه بالنادي الاهلي اكيد غلطان، لان هناك المزيد من الاخبار حول النادي الاهلي وفرقه المختلفه في فروعه المختلفه، ودي كلها اخبار هنتعرف عليها من خلال زميلتنا العزيزه ساره حامد. ساره موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره وجاهزه عشان تقول لنا كل المستجدات. يا صباح الخيرات عليك يا ساره، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة في بداية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي، وزي ما أنت قلت يا كريم يعني هكون معاكم عشان أقول لكم يعني أبرز الأخبار والأمور المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. وكالعادة خلينا نبتدي بأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة مستر مارسيل كولر المدير الفني السويسري لفريق النادي الأهلي. ويمكن النهاردة إن شاء الله النادي الأهلي عنده مواجهة مهمة مع نادي سموحة في الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز كرة القدم، واللي هتقام النهاردة إن شاء الله في تمام الساعة 7 مساء على ملعب استاد الأهلي والسلام. يمكن خليني كمان يا كريم أتكلم شوية عن يعني استعدادات فريق النادي الأهلي لمباراة اليوم. يمكن امبارح يعني الفريق ختم استعداداته ويعني اخر تمرينه كانت على ملعب مختار التتش، ويمكن قبل يعني ما يبتدي المران وقبل انطلاق المران عقد مستر مارسيل كولر يعني محاضره بالفيديو او فيديو ميتنج مع جميع لاعبي النادي الاهلي للحديث عن كافه الجوانب الخططيه وكمان الفنيه الخاصه بمباراه اليوم. كمان بعد يعني المحاضره بدا المران بشكل طبيعي الاول مع فقره الاحماء وبعد كده فقره التدريبات بالكره، ويمكن في جزئيه تدريبات بالكره دي يعني حرص الجهاز الفني ان هو ينفذ يعني الجزء الخططي في المران او التدريبات بالكره، وبعد كده يعني المران استكمل بشكل طبيعي. وكمان يعني رباعي الحراس المرمى سواء محمد الشناوي علي لطفي ومصطفى شوبير وكمان عمر كامل يعني مواليد 2006 اللي تم تصعيده امبارح من قطاع الناشئين عشان يكون متواجد مع الفريق الاول لكره القدم، الكل يعني ادى تدريباته بشكل طبيعي. وكمان حراس المرمى تحت قياده يعني مدرب حراس المرمى مستر ميشيل يانكن. ده بالنسبه لاستعدادات وتدريبات فريق الاول لكره القدم لمباراه اليوم. كمان خلينا نطمن جمهور النادي الاهلي على اخر التطورات في اصابه اكرم توفيق الظهير الايمن او باك يمين النادي الاهلي. يمكن امبارح يعني بشكل رسمي شفنا انه الاشعه الرنين المغناطيسي اكدت يعني بشكل رسمي القطع كامل في الركبه او في الرباط الصليبي لاكرم توفيق. يمكن كمان يعني امبارح يعني بعد التاكد بشكل رسمي بعد الأشعة ما أثبت لنا الإصابة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب أو الرئيس الجهاز الطبي للفريق يعني قال او اتكلم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، وكمان في يعني ضوء توجيهات الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي انه اكرم توفيق يعني يسافر او ينهو يعني اجراءات سفر اكرم توفيق للنمسا بشكل سريع عشان طبعا يجري العمليه الجراحيه في الركبه مع نفس الطبيب اللي سبق وان اجرى يعني اكرم توفيق معاه العمليه الاولى في الركبه الثانيه بعد برضه ما اصيب بنفس الاصابه وهي اصابه الرباط الصليبي مع منتخبنا الوطني. ويمكن هيعمل نفس العمليه يعني مع نفس الطبيب في النمسا، ويمكن كمان يعني في ظل اتصالات مع الطبيب يعني اكد لنا انه ان شاء الله اكرم توفيق يعني هيسافر في نهايه الشهر الجاري للنمسا عشان يجري العمليه الجراحيه في الركبه. ده بالنسبه لاكرم توفيق طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل ونتمنى له ان هو ان شاء الله يعني يرجع لنا باسرع وقت للتدريبات وطبعا مع فريق النادي الاهلي في جميع المباريات. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى، وكمان خليني يا كريمه بارك لملكات كره السله بعد ما فازوا امبارح بكاس او ب يعني بطوله السوبر المصري لتاني مره في تاريخ النادي الاهلي بعد ما تغلبوا على نادي سبورتنج بنتيجه 83-75. يمكن طبعا يعني سيدات كره السله في اول كوارتر وتاني كوارتر يعني كان الاداء لصالح نادي سبورتنج، ولكن بعد كده رجعوا يعني عملوا كومباك في تاني وتالت ورابع كوارتر وقدروا ان هم يتغلبوا على نادي سبورتنج بعد يعني ما ادوا اداء متميز واداء قوي سواء يعني في الدفاع او في الهجوم يعني طوال يعني الكوارتر التالت والرابع، وقدروا في الاخر ان هم يفوزوا بكاس السوبر المصري لتاني مره في تاريخ النادي الاهلي. كمان خليني يعني اضيف على كلامك يا كريم واتمنى الشفاء يعني لكل المصابين امبارح في مباراه الاهلي والاتحاد السكندري للسوبر المصري كره السله. خلينا انا كمان يعني اتمنى الشفاء لكل المصابين
من جمهور الاتحاد السكندري طبعا بعد انهيار المدرج في نهايه الكوارتر الثالث يعني على جمهور الاتحاد السكندري، ويمكن طبعا كان فيه العديد من الاصابات، ولكن طبعا بنتمنى لهم الشفاء العاجل وان هم كلهم يرجعوا يعني طبعا لاهلهم بالسلامه. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اتكلم عن يعني استعدادات الفريق الاول للكره الطايره رجال في بطوله الدوري. يمكن امبارح كان عندهم يعني مباراه مع سبورتنج وانتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء. النهارده بدون راحه هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي الساعه 8، وعندهم ان شاء الله يعني يوم الثلاث القادم مباراه مع نادي سموحه، ولكن هتقام في تمام الساعه 2 يعني بعد الظهر ان شاء الله على صالة إسترن كومباني، ولكن مباراة امبارح كانت على صالة سموحة. وفي آخر يعني الشهر يوم 31 إن شاء الله هتكون آخر مباراة نادي الأهلي يعني قبل بداية السنة الجديدة، هتكون يوم 31 السبت المقبل مع نادي الزمالك، ودي هتكون ثالث مباراة في الدور الأول من بطولة الدوري، وهتقام يعني في تمام الساعة 8 مساء على صالة ميت عقبة، طبعا صالة نادي الزمالك. كمان سيدات كره الطايره النهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعه 6، عشان بكره عندهم يعني مباراه، وهتكون النهارده اخر تمرين لمباراه غد ان شاء الله، هتكون مع نادي وادي دجله، وهتقام عندنا هنا في مقر نادي الاهلي بالجزيره على صاله الشهداء الساعه 6. كمان سيدات كره اليد النهارده عندهم نفس التمرين في نفس الموعد الساعه 6، ولكن على صاله امير عبد الله الفيصل، عشان بكره عندهم مباراه مهمه جدا وهتكون في دور الثمانيه من بطوله كاس مصر، وهتكون مع نادي الشمس ان شاء الله، وهتقام في تمام الساعه 6 مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الأهلي. يمكن دي يا كريم يعني كانت كل أخبارنا النهارده المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. طبعا أنا معاك لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو، كلمة ليك طبعا يا كريم، تفضل. ما بتديناش أي فرصة الحقيقة يا سالة إن احنا نسأل المزيد من الأسئلة، لأن دايما يعني الحقيقة يعني تقاريرك وافية وكافية أنت وكل زميلاتنا من المراسلات. شكرا جزيلا ليكي على مشاركتك معانا في هذه التغطية.